بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حق حمده وأفضل الصلاة وأتم التسليم على المصطفى المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الحضور الكرام، أحييكم بتحية الإسلام الخالدة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يشرفني أن أتوجه بوافر الشكر والتقدير لكل القائمين على تنظيم هذا المؤتمر الراقي، معالي الأمين العام والقسم العلمي بشكل خاص. الله أسأل لكم جميعاً دوام التوفيق لمزيد من التألق والعطاء. أحبتي الكرام، أنتم تعرفون أن سبب انعقاد هذا المؤتمر هو إحياء الذكرى 16 لتأسيس الهيئة. إذن كثر الله أمثالها مناسباتكم لنتعرف أكثر ونتشرف برؤية هذه الوجوه النيرة المباركة. عنوان بحثي: خطوات رقمنة مخطوطات الأسر العلمية ودورها في حفظ تراثنا. قبل ما أبدأ بذكر محتويات البحث والهدف من كتابته وإبراز أهم النتائج والتوصيات، أحب أن أحكي لكم قصتي مع موضوع مشروع الرقمنة. مشروع جر وترقيم المخطوطات لمكتبات بعض الأسر العلمية يرجع إلى العام 2000، عندما كنت أكتب بحث التخرج بعنوان فصل المقال في تفسير الخال، وهو بحث لدراسة تفسير القاضي الشيخ محمد الخال العضو العامل في المجمع العربي الأردني نهاية السبعينات، والحائز على جائزة وسام المؤرخ العربي لنشره كتاباً باسم حلقة مفقودة من تاريخ البصرة. وجدت بيت ابنه في السليمانية الأستاذ الدكتور محمد الخال، وهو الآن متوفي، وقمت بدراسة ما يتعلق بالخال. وما لفت نظري وأوقع في قلبي حب هذا المشروع رؤية مكتبته الضخمة المليئة بالمخطوطات النادرة. وطلب مني ابن الخال أن أساعده يومياً على جر وترقيم المخطوطات مرة أخرى. ثم بعد هذه المكتبة الراقية تعرفت على مكتبة العلامة الشيخ. هذه صورة شيخ محمد الخال، وهذه صورة العلامة الشيخ عمر القرذاغي، من العلماء الأجلاء في كردستان العراق. وبعد هذه المكتبة الراقية تعرفت على مكتبة العلامة الشيخ عمر القرذاغي، وبعد القيام بوضع فهرس بدائي لمخطوطات مكتبته حققت إحدى مخطوطاته باسم المنهل النضاخ في اختلاف الأشياخ، وهي من أدق وأتقن المؤلفات في جمع وترتيب آراء متأخري السادة الشافعية. وفي العام 2009 تعرفت على مكتبة ثالثة مليئة بالمخطوطات النادرة، وهي مكتبة العالم الرباني الشيخ عبد الله السرستاني أبو عمي. بعد سرد هذه القصة للمشروع، آن الأوان لذكر الهدف من كتابة هذا البحث. الهدف الأول: حب الباحث بموضوع المثاقفة التراثية لتشجيع النشء الجديد على ولوج لجج التراث وخدمته تعريفاً وتحقيقاً. والهدف الثاني: مسح المخطوطات الموجودة في مكتبات الأسر العلمية وتقديمها للباحثين والمهتمين بتحقيق التراث. والهدف الثالث:
أريد أن أبرهن على أهمية هذا الموضوع لنقر بأن مجدنا وعزنا يكمن في تراثنا الذي حظي بالعناية الربانية واللطائف الإلهية عبر القرون. والآن انظروا إلى هذا المسكين المنغمسي تحت أوراق المخطوطات. وأما محتويات البحث فتكون وفق الخطة الآتية: المبحث الأول نبذة مختصرة لحياة السرستاني والخال وابن القرداغي، وهذا المبحث يترصد سيرتهم العطرة وجهودهم الجبارة مع ذكر مؤلفاتهم المخطوطة منها والمطبوعة. والمبحث الثاني مخصص لفهرس هجائي لأهم المخطوطات الموجودة في مكتبة هؤلاء العلماء الكبار. وقبل الختام كتوصية أطلب من القسم العلمي لهذه الهيئة المباركة أن يتواصلوا معنا تواصلاً تكاملياً وتكافلياً لنخرج من محنة الطابع الفردي المتعب إلى منحة الطابع المؤسساتي المثمر، ولنجمع الجهود الفردية من هنا وهناك لإنشاء مكتبة إلكترونية رقمية للمخطوطات الموجودة في مكتبات الأسر العلمية. وأطلب أيضاً أن نساهم جميعاً في إحياء تراث هذه الأمة بكل الوسائل الممكنة، لأن المخطوطات ليست مواداً متحفية تعرض في المناسبات، بل هي منارات لاستعادة مجد أمتنا. وأخيراً، أثناء جلسات المؤتمر رأيت موقفين أدخلا في قلبي السرور. الموقف الأول مداخلات مولانا المفضال الدكتور حسن يشو وإعادته مقولة الإمام السخاوي: من ورخ عالماً فكأنما أحياه. شجعتني هذه المقولة على إتمام هذا المشروع المبارك إن شاء الله تعالى. وأسألكم أن تطلبوا الله تعالى أن أكون واحداً منهم. والموقف الثاني حينما ناداني أستاذنا الدكتور مثنى الضاري بأبي الرقمنة، فرحت جداً بحصولي على هذه الكنية وهذا اللقب، وقلت الحمد لله لم يذهب جهدي سدىً، وبذلك أكون قد انتهيت من عرض هذا البحث. وأسأل الله العلي القدير أن يوحد صفوفنا ويوفقنا لأن نصل أمسنا المجيد بيومنا الجديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.